بقى لتقرير جميل جدا عامله لنا زميلتنا أميمة بدري. أميمة بدري قررت ان هي تنزل منطقة الجمالية، طبعا من المناطق ومن اقدم المناطق في القاهرة اللي مليئة بالمهن الجميلة والمهن التراثية القديمة اللي بيتم توارثها عبر جيل وجيل. المهن دي لسه موجودة ولسه بالتأكيد تحتفظ بجمالها وتحتفظ بالنقش اليدوي اللي بيحصل فيه. يعني بنتكلم النهاردة عن النحاس والنقش اليدوي على النحاس اللي بتعتبر مهنة من أعرق المهن المصرية. النهاردة أميمة عملنا تقرير مع شاب، الشاب ده اسمه حسن عبد التواب، هو بيعمل في تطعيم النحاس بخيوط الفضة. بص الجمال، يعني النحاس وبخيوط من الفضة في منطقة الجمالية. ده الشاب ده عنده 34 سنة، ومنهم يعني 34 سنة منهم 20 سنة وهو بيمتهن المهنة دي. خلينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم سريعا. المهنة دي اعتبر هي كل حياتي، ومن غيرها انا ما اقدرش اعيش. انا بقالي 20 سنة اعتبر في الشغلانة دي، كان عندي 14 سنة بالظبط لما دخلت المهنة دي وغويها. كنت باجي هنا اهوت مثلا الجماليه، كنت بنزل الجماليه مع جوز اختي. الاول كنت بنزل معاه زيارات عاديه، بعد كده حبيت المهنه وغويت المهنه. منطقه الجماليه دي مشهوره على مستوى العالم كله، وكان الخليلي مشهور بمنتجات النحاس. وكان زمان ما كانش في اي بيت غير لما يكون في قطع من النحاس. المهنه دي لما احنا عرفناها ان في شغل من دوت موجود في المتحف الاسلامي، احنا بقى لما جينا شفنا الشغل ده احنا حبينا نعمل الكوب بتاعه. الحاجات اللي احنا بنيجي بنصنعها بنطلع مثلا، بنعمل ترابيزات، بنعمل اباريق، بنعمل مباخر، مفاتيح الكعبه. انا اجي اصنع صينيه، الصينيه دي ممكن تاخد مثلا من شهر لشهر ونص، بيبقى ليها كذا كذا مرحله. اول مرحله مثلا بتيجي ليها ان الصينيه بتبقى مفروده، بتروح للدقاق، الدقاق مثلا بيفرد بيعملها شكل الصينيه، بتيجي تخش على مرحله اسمها مرحله النقش. مرحله النقش دي بتبقى عباره عن ايه؟ معانا قلم وشاكوش وبرجل ومسطره، بيجي يقسطها. بعد ما بتيجي تتنقش بتيجي مرحله تتعمل بالفضه. بعد مثلا جينا خلصناها تطعيم، احنا مكسرين البلاك ده منها، بتروح لمرحله على حاجه اسمها الفرشاجي. الفرشاجي ده اللي هو بيشطب القطعه. انا لو عدى عليا مثلا يوم ما سمعتش مثلا ان انا دقت الشاكوش وانا قاعد شغال، او ما بحسش مثلا ايه ان انا مستريح نفسيا. ده ديت يعني زي نظام ايه، كانه واحد بيسمع موسيقى وهو قاعد شغال.